بيصلوا وفي كثير وناس. الكاهن الكاهن يعير الله يديه في المقدس، الكاهن يعير الله لسانه. الروح القدس الرب المحيي هو الفاعل في الأصنام وهو العامل في الأصنام، لكن الكاهن بيعير ربنا لسانه، بيقول له انا زائر سني يا رب، انا هو لساني، انت تقدسه وتملحه وتخليه يتكلم بلسانك، لان كل من يتكلم فكأقوال الله، كل من يخدم فمن قوة يعطيها الله. علشان كده الوعظة لابد ان تكون مضمونها روح الانجيل، وصية الرب مرصعة بالوصايا الإنجيلية. الوعظ كان في الكنيسة الأولى كان بمداومة وبمواظبة، مش نمشي على سطر ونسيب سطر. قال لا، ده احنا لما بنوعظ بنفتخر، نفتخر بالإنجيل. ساعات كتير على فكرة في خدام دلوقتي بدل ما يوعظ وبدل ما يدي درس مدارس الأحد يستبدل ده بتمثيلية، مش عارف بكورال بالإيه. لا، ما ينفعش. احنا لا نستحي بانجيل المسيح من خلاص، احنا نقدم الانجيل في احنا كنيسة انجيلية صميمية في عباداتها، لترشياتها، اقوالها، تسبيحها. احنا ما احناش مفلسين، احنا كنيسة غنية. احنا ابونا السماوي واباء الكنيسة تركوا لنا مدخرات وميراث نأخذ منه ونعيش عليه ونقتنيه، وهو لا ينفذ لأنه لا يتقسم ولا يتباع ولا يتشرى، لأنه ده ميراث الابن الوحيد. وليسنا حي وصاحب الكنيسة حي، أعطانا ميراث وهو باقي معنا. لأجل ذلك العظه الدسمة المشبعة المرصعة بالوصايا الكتابية وبكلام الإنجيل، هو ده التعليم الجديد. تعليم بسلطان، تعليم بنعمة، تعليم الهدف منه التوبة وخلاص النفس، بنيان النفوس، ليس فلسفات ولكن ببرهان الروح والقوة. كلمات برهان الروح والقوة ليست حسب أصول بشرية بل بفعل إلهي. طب مين اللي بيتكلم؟ أنا؟ أنا ما أنا؟ وأنا أعرف إيه؟ أنا ما أنا؟ المتكلم هو الروح القدس، الناطق بعظائم، والشاهد لعطايا المواهب الإلهية. دي مواهب بتاع ربنا، والكلام ده بتاع ربنا. من عن الإنجيلية حينما نقرأ النبوات كأن أشعياء هو الذي يتكلم، حينما نقرأ البولس بولس الرسول هو الذي يتكلم، الكاثوليكون ورسائل الجامعة يعقوب وبطرس هم اللي بيتكلموا، ويوحنا معلمنا هو اللي بيتكلم. ما أنا؟ أنا ما أنا؟ لساني أنا بأعير لربنا يقدسه ويملحه ويوظفه عشان خاطر أنا أنقل، أنقل للرعية، أنقل لهم الزخم الإلهي. نمتلئ من الروح ونعظ بالروح، لأن من يتكلم فكأقوال الله وكقوة من عند الله. يبقى المسيح متكلما عشان يقول فقط عيشوا لإنجيل المسيح. الوعظ الرسولي الأول على فكرة في بدايات الكنيسة الأولى كان الوعظ عفوي وبسيط، بعد كده الوعظ أخذ أبعاد أكبر لما ظهر البدع وظهرت أيديولوجيات وظهرت أفكار. كانوا الآباء، الآباء لم يريدوا أن يكونوا كتابا على فكرة، ولم يريدوا أن يكونوا فلاسفة، لكنهم صاروا كذلك لكي يواكبوا زمانهم. كانوا عارفين أوائل بكل الظروف المحيطة بهم عشان يقدروا يواجهوا الثقافة الهيلينية، الوثنيين، البدع، أليوس، مسطور، الأفكار السائدة في ذلك الزمان. كانوا متمكنين من الأدوات الثقافية والفلسفات اللي حواليه. تخيلوا مثلا ما في إديس، تخيلوا أوريجين، ده كان أوريجين ده كان واحد مشهور قوي، أوريجانوس ده كان شخصية موسوعية. الآباء بتوعنا ما كانوش مفلسين. كليمنطوس السكندري ده فيلسوف كبير كان يباري الفلاسفة في زمانه. ديدموس هذا الضرير فسر الكتاب المقدس من القديم العتيقة إلى العهد الجديد بكامله، كلمة كلمة.
قديس اسمه إبيفانيوس ده كان يعرف خمس لغات، كانوا يسموه ذو الخمسة ألسنة. جيروم ده كان راجل علامة ومؤرخ وترجم العهد القديم من العبرية إلى اللاتينية كاملا. ماري فليكسيوس المنباجي ترجم الكتاب المقدس كله من العبرية واليونانية إلى السريانية. بنطينوس السكندري بتاعنا إحنا ترجم الكتاب المقدس من العبرية واليونانية إلى القبطية. فكان هؤلاء عمالقة وعباقرة، عباقرة في الفكر وعباقرة في الروح. كان واعظ مغمور بالنعمة، الواعظ مغمور بالنعمة، لا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع ولا بسمو الكلام، بل بقوة الله قارنين الروحيات بالروحيات. كلمة ربنا حلوة. لما بنوعظ احنا بنقدم، تعرفوا وجبة ايه؟ وجبة عزم، مش كلامي، حلو حلاوة كلها وحياة. اصل المسيح طيب وحلو ولذيذ، ما يحتاجش المسيح ان احنا ما عندناش يعني سامحوني بضاعة خاملة بنروض فيها. لدينا كنوز. لما بنوعظ كلمة ربنا حلوة، تعرفوا الكاهن هو بيوعظ والخادم هو بيوعظ بيفتش على كل نفس، لأن كل واحد على فكرة من القاعدين في ناس كده ساعات بتبقى عندها شوية سجاسي، يقول لك أبونا أنت كنت تقصدني، أبونا أنت كنت تتكلم علي، حبيبي دي رسالة المسيح لي. تفتيش على كل نفس. الإنبل والمنبر في الكنيسة هو عبارة عن بوق سماوي، ربنا بيوزع علينا من عقلي على كل واحد. ربنا بيفتقد شعبه من على المنبر. كل واحد في الكنيسة ربنا بعت له كلمة، من أكبر واحد على أكبر كرسي إلى الناس الجالسة في المتجهات الأخيرة. ربنا بيفتقد الضعفة والحافيين والبعيدين. والإنسان اللي ما دخلش الكنيسة مش نين، أول ما بيدخل يلاقي كل ربنا يرسل له كلمة نافذة سهمية، يقول له أنا عايزك، أنت ابني، أنا مت علشانك. غسل الأقدام المكشوفين من دخول الكنيسة، العظة توجه رسالة إلى كل هؤلاء وأولئك. طب يا ترى أنا أعرف إيه؟ هل عندي روح النبوة؟ هل عندي؟ أبدا، ده روح ربنا هو اللي يضع على أفواهنا النعمة ويعطينا إمكانية أن نتكلم مع الناس وننقل لهم. إحنا مجرد مصطبية، احنا مجرد بنعير الله افواهنا والسنتنا، فتتقدس ونقدم الرساله السماويه. العزه الكامله، لما يبقى عندنا عزه كامله، اهم عزه ناخد فيها المخدوم، تعرفوا ناخده فين؟ في الكنيسه، ناخده كده عند كل المعموديه، كل عزه، ونفكره بندر معموديته، وناخده عند المسبح، ونفكره بجرن الثالوث القدوس، ونفكره بتدبير الخلاص، ونفكره بدهن مسحة المعمودية، ويفتكر ندره، ويسمع الإنجيل المرنم في الإبصرمودية والإشبية والتسبيحة وألحان الكنيسة. هو ده الواقع، هو ده اللي بيغير النفس، هي دي العظة اللي تخلي الواحد بعد ما يخرج في حاجة اسمها الليتورجية ما بعد الليتورجية. الليتورجية ما بعد الليتورجية، يعني حينما نحضر القداس ونفهم معانيه ونربط الامر بخلاصنا من خلال معموديه الواحد وهو خارج، تبقى حياته بقت ترجمه، بقت الليتورجيه ممتده، اعمال الرحمه، اعمال المحبه، اعمال الخير، الثروات الممتده، البركه، الكرازه للعالم، مش كلمتين سمعناهم. عشان كده الوعظ في كنيستنا ان المسيح يحيا فيا، والخادم والواعظ يقول تكلم يا رب فإن عبدك سامع. أنا خادم للكلمة. الحكاية مش نجومية ولا شعبية ولا فضائيات ولا الناس يقول لك أصل إحنا بنحضر القداس في الكنيسة الفلانية، بس أنا بقى بروح بحضر في الجمعية دي عشان عاملين فيها تفسير. لا، ما ينفعش، الكنيسة بتاعتنا فيها كنوز. أمومة الكنيسة أنها تقوم بواجبها ناحية المخدومين. علشان كده العظة لابد أن تكون مملحة بالروح،
وأن تكون مربوطة بالأسرار وبالليتورجيات. أنا في المحاضرة. النعمة بتاعت ربنا هي القاعدة اللي بتؤهل أي خادم إنه يوز. من غير النعمة صعب إن الإنسان يقدم معرفة ربنا. يبصر المستقيمون ويفرحون. أصل العظة دي نور إعلان للأمم. عشان كده الكاهن في الكنيسة قبل العظة يرفع الإنجيل على راسه. مش كده؟ الإنجيل ده على راسي من فوق. الإنجيل ده على راسي من فوق. وكلمة ربنا هي دي البركة. ولما يقول سر الإنجيل وسر والبخور القطمارس هي دي أيقونة الكلمة. لا أنا بل نعمة الله التي فيا. خادم الكلمة يتبع الكلمة بتدقيق كسفير. إن يقدم برهان إن المسيح هو المتكلم فيه. أنا النهاردة داخل مكان واحد يقول لي لو سمحت الكارنيه بتاعك أنت بتشتغل محامي ولا بتشتغل ظابط ولا بتشتغل إيه؟ بقدم له الكارنيه بتاعي إن أنا كاهن. فهي دي المؤهلات بتاعتي. أنا سفير عن السماء. أنا سفير عن بشارة الإنجيل. أنا لا أنا. لابد أن أؤكد وأبرهن على صدق دعوتي بالثمر مش بالكلام. بالثمر مش بالكلام. بالقدوة الحقيقية. بالوعظ المشجع. بالتعليم الكنسي السليم. الخادم اللي بيوعظ في الكنيسة عليه أن يشهد بما رأى وما سمع. المسيح معنا كل يوم على المسبح. المسيح معنا في العبادات. المسيح هو الذي أرسلنا. أفلا نشهد له أنه هو الذي أرسلنا وأن هذه البيعة البيعة بتاعته الإنجيل ده بتاعه والجسد ده بتاعه والأيقونات دي بتاعة أحبائه دي الحكومة بتاعته وأنا مجرد خدام وسفير للكنيسة ليه؟ أنا بعيش الكنيسة بحبها بتلذذ بيها. العبادة بتاعتنا مش آلية مش عبادة روتينية مش مجرد تأدية ممارسات لكن لابد أن يواكبها شرح ولابد أن يواكبها تفهيم ولابد أن يواكبها تعميق عشان الخدام المخدومين يبقوا في والرعية يبقوا في شركة ما بقوش متفرجين. هم الرعية مش جايين يتفرجوا الرعية جايين يشاركوا. ما فيش حاجة هتخليهم يشاركوا إلا التفهيم والشرح والتعليقات والعزة الدسمة اللي ببرهان الروح والقوة. المنبر والمنجلية دول مكان بيتم فيه تحرير القلوب تحرير العقول تحرير الأرواح. يقول كده بمشورة الله بمشورة الله لما نقدم صورة التعليم الصحيح صورة التعليم الصحيح ما تسلمناه حسب وديعة الكنيسة. هذا المنبر منبر الكنيسة. هذا الإنبل إنبل الكنيسة. قال لما كنت طفلا كطفل كنت أتكلم وكطفل كنت أفطن وكطفل كنت أفتكر ولكن لما صرت رجلا أبطلت مال الطفل. عشان كده عملية تدرج. قديس غرغوريوس اللاهوتي يقول حالة عجيبة جدا. يقول أنا فتحت فمي واجتزبتني الروح القدس. خلي بالنا أنا فتحت فمي واجتزبت لي الروح القدس ثم أعطيته نفسي للروح القدس وكل ما في يوجه عقلي يوجه قلبي يوجه لساني يوجه إيدي إلى الحق كما يشاء. وبعدين يجعلني آلة كل كاهن فينا وكل خادم وتسكم. كل خادم فينا هو آلة مكنة بتاعت ربنا. ويجعلني آلة مكنة. طب آلة ايه الصفات بتاعتها؟ الواحد آلة عاقلة. الوعظ ده لازم يبقى بتعقل ورصانة ووقار. يعني ما ينفعش احنا بنوعظ وبعدين تبص تلاقي هو اللي بيوعظ يروح طالع بتلميمه كده ايه ده؟ ايه التشويش ده؟
هل هذه سمة؟ هل هذه الروح؟ هل هذا التوجه؟ ما ينفعش، ما ينفعش. لازم العظة تبقى عاقلة، رصينة، متعقلة، بوقار. أن يجعلني آلة الله، واحد عاقلة، اثنين مشدودة، يعني صاحي. ما ينفعش احنا نبقى بنكلم المخدومين او الرعية، احنا في وادي والناس في وادي. واحنا كانوا الاباء الاولين كانوا يمتلكوا ادوات وثقافات وفلسفات العصر، عشان كده كانوا ايه، في عملية تثاقف، في عملية تفاعل، بيكلموا الناس في حسب اهتماماتهم. طب آلة عاقلة، واحد، اثنين مشدودة، ثلاثة متناغمة. يبقى التعليم اللي احنا بنقدمه كله بيتجه الى خلاص النفس وتكرسها وتخصصها للمسيح وتوبتها ورجوعها. افتح باب فمي واغلقه، مش احنا بنقول اكتب اعمالي تبعا لاقوالك. انت الذي اعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا، احنا مش بنقول كده، احنا بنقول اعطيتني هذه الخدمة المملوءة سرا. فالله قد أعطانا خدمة مملوءة سرا. الكلمة خدمة الأسرار، وأيضا خدمة التعليم. لما نقول للناس ما ينفعش أن أنت تتناول إلا لما تحضر قراية الإنجيل. ليه؟ لأن المسيح قال أنتم أنقياء من أجل الكلام الذي كلمناكم به. حينما نحضر قداس الكلمة، قداس الموعوظين، هي دي الخطوبة بتاعتنا التي تؤهلنا وتعدنا وتهيئنا لندخل إلى قداس المؤمنين. القداس الكلمة الأول للتهيئة، دي خطوبة. قداس المؤمنين ده السيجة والاتحاد. أنتم أنقياء، نحن الأولى نتنقى ونتقدس. وبعدين العظة بقى دي معمولة ليه؟ قالوا في عظة في نهاية قداس الكلمة، دي توسيع، وفي توسيع بعد التناول. يعني العظة دي عبارة عن إيه؟ توسيع، بس مش الجسد المسموح على المسبح، لا، الكلمة المقروءة على المنجليه. فنبدأ بقداس الكلمة لنخطب للمسيح خلال الأنقياء من أجل الذي كلمتكم به. وبعدين ننتهي بقداس الكلمة، ننتهي بالعظة. أصل العظة دي توزيع، توزيع للقداس الأول للتثبيت وللتقوية وللتعزية، حتى ننتقل من هذا التوزيع إلى السيجة والاتحاد الكامل في الإفخارستية، في الثبوت المتبادل. يثبت الله فينا، نحن نثبت فيه، ثم نتقدم إلى الكلمة المذبوحة على المذبح. ونقول لأي حد عشان أنت تمر كده هو لبيت المذبح عشان تقتني الخبز، عشان تقتني الجسد المذبوح، اللوغوس على المذبوح على المذبح، لابد ان تمر على المنجليه، ولابد ان انت ايه، تتقدس من خلال المنجليه ومن اجل الكلمه المقروءه. هذه كلمه مقروءه على المنجليه، وهذه كلمه مذبوحه على المذبح، وهم الاثنين ايه، ذات الكلمه. ويتعين عليك عشان خاطر تتقدم للكلمه المذبوحه ان انت تبقى اتقدست الاول بالتنقيه والتهيئه في قداس الكلمه. دلوقتي في طيارات كتيرة متضربة، اللي يحسب الطيارات دي ان احنا نتقلينا سمات للعظة الأرثوذكسية بتاعتنا. العظة بتاعتنا اللي هي التعزية، الروح القدس، اللي هو بيسموه باراكليتوس. كلمة باراكليتوس يعني معناها بارا، يعني ملازم، ليتوس يعني معناها يعزي، ملازم للمعونة وملازم للدعوة للمعونة. الروح القدس ده بيقدم لنا عمل شفاعي أيضا في العظم. العظم بتريح وتشفي وترشد وتنصح وتقوي وتلقي
روح أبيكم المتكلم فيكم هو اللي بيعلمنا، هو اللي بيشفع فينا. عزوا عزوا شعبي زي ما بيقول أشعياء 40 في الإصحاح 40 عدد واحد. لو نلاحظ إن الروح القدس انسكب على التلاميذ في يوم 50 على هيئة واحد ألسنة، اثنين نار، ثلاثة منقسم. ألسنة ليه؟ لأن ده روح الكلمة اللغز، ده لسان اللغز ألسنة. اثنين نارية، لأن هذا الروح ناري يحرق الشوائب ويطهر ويقدس إلى التمام. ثلاثة منقسمة، لأن كل واحد له موهبة. هو روح مواهبي يعطي مواهب، وروح ناري وهو على هيئة ألسنة لأنه إيه؟ لأنه روح الكلمة اللغز. هو ده الروح القدس اللي بينقص القلب. ينقص الناس عشان تصحى، عشان تستيقظ، وعشان تفوق، وعشان ترجع. الآن نحن أبائنا قدسكم، أنتم أباء ليس لرعية ولكنكم أباء شهداء. أنتم أباء لشهداء. كل كنيسة دلوقتي بقى فيها الشهداء على القطر كله. كل يوم ناس بتدفع ضريبة الدم وضريبة الطهارة. كله مخطوف، كله مقطوع عيشه، واللي متهلل ومستهدل، واللي بتتمسك البضاعة بتاعته تترمي في الشارع، واللي بينتفع عليه، واللي بيبصق عليه، واللي بينهان. هذه النفوس تحتاج إلى تعزية، إلى روح التعزية، إلى روح التأوية. طب الروح دي من فين؟ الروح القدس الرب المحيي، روح القوة والنصح والمشورة والتغيير والدينونة والإحراق والتجديد اللي بيملى الناس اللي بيوعزهم عظات على الفضائيات غير مربوطة بالطقوس وبالأسرار. دي عزة مش أرثوذكسية، دي عزة مش أرثوذكسية، لأننا لا نعرف الإنجيل إلا مشروحا بالآداء ومعاشا في القديسين. الكنيسة القبطية العزة فيها شهادة لاسم الخلاص، روح الحق. عشان كده العزة عندنا في الكنيسة ليست أخلاقيات وليست اجتماعيات وليست تنمية بشرية، لكنها الخلاص. العزة لا تتوقف عند حد الأخلاقيات فقط. العزة لا تتوقف عند حد الاجتماعيات فقط. العزة لا تتوقف عند التنمية والمهارات فقط، لكنها كل هذا وفوق كل هذا هي تقديم الخلاص السمين. الكلام الذي أكلمه روح وحياة. يا ريت نقدم روح وحياة، ويا ريت نقدم إيمان وأعمال، ويا ريت نقدم النعمة والجهاد. دي معادلات مهمة قوي، النعمة والجهاد. معادلة، معادلة تانية الإيمان والأعمال، معادلة تالتة الروح والحياة. الوعظة بتاعتنا تبقى مختبرة بالأسرار والعبادة. محدش يقدر يقتني الكلمة المأكولة على المسبح، القوت والمؤونة والزاد السماوي، إن لم يقتني أولا الكلمة المقروءة على المسبح. عشان كده ارتباط الوعظ في الكنيسة عندنا غير منفصل عن المعمودية، غير منفصل عن القداس، غير منفصل عن الذبيحة. في ثلاث أنواع من الوعظ الآن. واحد
عزة غير أرثوذكسية، ضد الأرثوذكسية، دي مفهومة ومعروفة. وفي عزة مش أنتي أرثوذكس لكن نوت أرثوذكس. مش أنتي أرثوذكس يعني مش ضد الأرثوذكسية لكنها مش أرثوذكسية. يعني واحد يقول لك تعال الخلاص السمين وقول له يا رب اغسلني بدمك. طب دم فين؟ دم فين جه؟ يعني اروح رحله مثلا اطلع اورشليم واروح الجزء بتاعي مش ما فهمتنيش انت ايه؟ قول له يا رب اغسلني من الميه وطهرني. طب ما هي دي المعموديه، انت بتمشي سينا ليه؟ قول له ربنا انا سلمت حياتك، ما قلتليش ان التوبه والاعتراف والارشاد والتلمذه والبطله، مفيش كلام لا طائفيه. تنصب العظات والكلمات على الابهار زي المسرح والمطربين والنجوم والاضواء. ايه الحكايه؟ في ايه؟ لابد ان يتكون عند اولادنا الحس الارثوذكسي اليقظ والواعي ان هذه العظه ليست عظه ارثوذكسيه لانها غير مربوطه بالاسرار وبلزوميه الاسرار للخلاص، غير مربوطه بتدبير الخلاص وبقانون الايمان النقوي، انها غير مربوطه بالعباده المرنمه، لان العباده بتاعتنا المرنمه في الابسلموديه وفي الخلاجي وفي القطمارس، كل هذا لاهوت وعقيده مرنمه. هي دي العقيده بتاعتنا، هي دي سوره التعليم الصحيح. وبعدين في ناس يعملوا نفسهم ان هم شويه حلوين، يعملوا ازاي؟ يجيبوا كده ايه؟ يخلوا الحكايه كلها ده بكره بعدين يقول لك نحط كده يعني اهو، نحط لحم ولا نحط حاجه ولا نحط بتاع. ده اقتناص للمخدومين وسرقه للمخدومين تحت اي دعاوى ايا كان. عشان كده احنا في العظه الارثوذكسيه المتكامله لابد ان تكون نربط دايما الوعظه بتاعتنا بالاسرار وبالطقوس وبشرح القداس وبشرح العباده وبشرح المناسبات وبالتفهيم للناس. بيتحدوا على الناس يقولوا لهم ده بيعملوا طلاسم، هم بيلفوا ورا بعض بيعملوا ايه؟ هم بيقولوا ايه بالظبط؟ صدقوني احنا عندنا جواهر وسماء ونفائس وكنوز. لو افرغنا زي محل جوهري كده، لو مشينا منه الذهب والفضه والسلوتين يبقى ده مش جوهري، يبقى اي حاجه ثانيه. لا يمكن ابدا احنا نتنازل عن النفائس بتاعتنا، والا هيبقى جواهر الكنيسه بتاعتنا هتبقى بتوهان، وهيبقى عندنا النفائس بتاعتنا مع ايقاف التنفيذ. عشان كده الكاهن والخادم والواعظ الأرثوذكسي اليقظ الكنسي اللي فاهم يعني ايه اسرار الكنيسه، واللي فاهم يعني ايه العبادات، واللي فاهم طقوس القداس، واللي فاهم الليتورجيات والابسلموديات والابصاليه والقطمارس، ويقدم هذه من خلال التعليم ومن خلال العظه المتكامله تنفس القلوب. لما نقدم سير الانتسين وسير الاباء بطريقه مشوقه، نحن نحتاج في كثير من الأحيان إلى نوع من أنواع تطوير الآليات. الثابت أنتوا عارفين الوديعة بتاعت الإيمان دي عاملة زي المشعل بتاع الدوري بتاع الأولمبياد. المشعل ثابت لكن اللي بيتغير هو الشخص. فمن جيل إلى جيل إلى ظهر الدهور كلها آمين. العظة في الكنيسة الأرثوذكسية أمر أساسي عشان ما نبقاش محمولين. الناس بقى اللي هم بيعملوا وعظه كوكتيل، عشان بقول لك احنا اصلا لا طائفيين، احنا اصلا كل الناس بيحضروا عندنا. يمكن ان نفرز هذه العظه بسلطان الكنيسه، الكنيسه السهرانه اليقظه. الناس دول بيتلونوا وبيعملوا العظه باصباغ زي ديكور، يقول لك احنا كلنا واحد في المسيح، احنا كلنا، يجيب ترنيمه من هنا، يجيب ترنيمه من هنا. احنا عيب جدا ان احنا نبقى محمولين بكل روح تعليم بمكر، لان اهم سمه في العظه الارثوذكسيه الصيغه، اسمها الصيغه البنائيه. الصيغه البنائيه للنفس،
العيسى بتاعتنا مش تأوهات وحاجات نفسية وفوران فوران الناس يرفعوا ايديهم. قول لك احنا نرفع ايدينا ونصلي كلنا مع بعض ونعمل دي، لا، احنا لابد ان احنا نقنع اولادنا ونفهمهم ان الكنيسة الارثوذكسية قدمت منتج للسماء، قدمت اباء، قدمت شهداء، قدمت شهيدات، هو ده المنتج اللي الكنيسة قدمته. احنا ما احناش مفلسين ولا والكنيسة لم تبدأ بنا، احنا الكنيسة بتاعتنا واحد نبوات، اثنين زيارة العائلة المقدسة لمصر، ثلاثة دم ماري مرقس القاروز والشهيد مبدل الأوسان بطريرك الإسكندرية الأول، ثم توالي الآباء، كنيسة نسك، كنيسة برية، كنيسة لاهور، كنيسة شهداء، كنيسة حاضر أيضا. عشان كده العزة بتاعتنا لابد أن نقدم فيها غنانا، نقدم فيها ميراثنا، نقدم فيها تاريخنا، التاريخ الكنسي، أباء الكنيسة، الأسرار، الطقوس، التعليم الأصيل، تاريخ المجامع المسكونية، الكتب والزخم، تجسد الكلمة ضد الوثنيين، ضد الهرطقات، شرح الكراسة الرسولية، التعليم بتاع الآباء، التعليم بتاع الآباء هو ده اللي يبني. هناك طيارات كثيرة جدا خاصة على الإنترنت، خاصة في الفضائيات. إذا لم تكن الكنيسة واعية تحرس ولادها من الذئاب وتقدم التعليم الأصيل البنائي للنفس والجسد والروح، وتقدم، يبقى احنا كده هو بنفسد الوديعة بتاعتنا وبنساوم عليها، أو سامحوني بنغض النظر عن اللي حاصل. القديسين الآباء الأولين ما كانوش قويين إن يكتبوا، ويعني هم لم يكونوا كتاب ولا أدباء ولا مفكرين ولا فلاسفة، لكنهم كتبوا من أجل احتياج، وعملوا عظات ومقالات وميامر من أجل الاحتياج، من أجل أن يشبعوا رعيته، من أجل أن يقدموا الدسم الحقيقي، من أجل أن يقدموا الوجه الحقيقي المشاع والقوي والمنير للكنيسة التي يمثلونها. وإلا كان ضاع الإيمان، قالوا لولا أثناسيوس لصار العالم كله المسيس. العزة بتاعت العزة اللي هي فيها مسحة الخلاص، يا ترى العزة بتاعتنا فيها مسحة الخلاص؟ يا ترى العزة بتاعتنا قوية؟ يا ترى العزة بتاعتنا غنية بالشرح؟ يا ترى العزة بتاعتنا بتمس البعد السلوكي العملي؟ يعني ايه انا شماس وعمال وكذاب وافخ وست ايه ده؟ يعني ايه الناس كلها احنا بنت وبابا انتوا الهي؟ يعني ايه احنا مجموعه الناس اللي بنخدم في الكنيسه مش سبب بركه وتثبيت؟ ده احنا سبب العكس. الشمامسه اللي معانا، اعضاء اللجان، الخدام الموجودين في الكنيسه، لابد ان تكون العظام من اجل البناء، من اجل التغيير، من اجل التجديد، من اجل التوبه، من اجل التمتع وتذوق الخلاص السمين، من اجل فهم العباده. نحن لا نعبد خرافات مصطنعه، نحن لا نعبد خرافات مصطنعه. القداس المشروح للولاد، الشرح الكامل للليتورجيات والعباده والطقوس، انشطه كتيره واعمال كتيره اخذت حجم اوسع كتير من حجم التعليم، ان ينصب الهم الرعوي على التعليم وبناء النفوس. عشان كده الناس اللي هم بيخطفوا اولادنا بيخطفوهم ازاي؟ بالتصنع الفلسفي، بشويه نفسنا، بشويه عياط ودموع وكلام، كله كلام عاطفي نفساني، وهو مصطنع. هو ده كل هذه تفتقر الى العمق الارثوذكسي والرصانه والتعليم بوقار. صدقوني انا بقول الكلام ده، صدقوني مش عشان بطعن في حد ولا ضد حد، صدقوني في حاجات لو اتفرجتوا فيها على اليوتيوب لبعض الطوائف، صدقوني مهازل، صدقوني مهازل، رقص وطبل وتسقيف. كيف يصير هذا؟ الناس اللي من الامم غير المؤمنين يقولوا ايه؟ هي دي المسيحيه؟ هو ده الاداء بتاع العباده؟ هي دي الروحانيه المسيحيه؟ هو ده الخشوع
والحديث مع الله باللغة المسيحية كيف يصير هذا؟ فعلا مأساة. عشان كده العزة بتاعتنا كل ما تبقى رصينة، كل ما تبقى بسيطة، كل ما تبقى عميقة، كل ما تبقى كتابية، كل ما تبقى سرائرية، كل ما تبقى رعوية، يبقى احنا بنتكلم بكلمة الله وبالتعليم ونحسب أهلا لكرامة مضاعفة. أحب أن أختم بكلمة بسيطة. سمات العزة الأرثوذكسية حسب الآباء: واحد، عزة كتابية. احنا بنقدم الإعلان الإلهي، وحي الكتاب وعصمته وسلطته ومحتواه ولغته وتفاسيره. كلمة ربنا دي للتقويم والتجديد مش للتسلية عقلية. واحد، عزة كتابية. اثنين، العزة دايما يبقى محورها المسيح، مركزها المسيح، من أجل اقتناء النفس، الشهادة والاعتراف للمسيح. لكن أنهي مسيح؟ مش مسيح التاريخ، لا، مسيح في المسيح المخلص. احنا الكنيسة عاملة السلام الجمهوري بتاع العبادة اللي هو يسوع المسيح، وبعد كده الحب، صم عنا 40 يوما و40 ليلة. يسوع المسيح قام من بين الأموات، يسوع المسيح ولد في بيت. هو ده السلام الجمهوري بتاع الكنيسة. عشان كده الإبصاريات والتعليم كلها منصبة على شخص المسيح. السنة الليتورجية، الأجندة الليتورجية بتاعتنا اللي المفروض بنوعز وفقا للسنة الليتورجية بتاعتنا وللتقويم، الأجندة الليتورجية بتاعتنا، التوقيت، الوقت الليتورجي بتاعنا، احنا نقدم فيه كل ما احنا دلوقتي في موسم فترة اسمها فترة الصوم الكبير. نشوف ده موضوع كبير خالص، وبعد كده نطلع منه على زمن الفصح والقيامة، وبعدين نطلع منه على زمن الكرازة وحلول الروح القدس الرب المحيي، ثم الستة العذراء، ثم بعد وهكذا، ثم مجيء المسيح الثاني وأواخر السنة والناروز والاستشهاد وهكذا. كل هذه دورات سنوية ليتورجية تأخذنا فيها الكنيسة لتضع لنا منهجية الله ومنهجية الحياة. احنا مربوطين بمنهج، ما مش كنيسة متخططة، احنا كنيسة راسخة وثابتة. ترك لنا الآباء زخم كبير جدا، بروجرام ومنهج ومحتوى سمير للغاية. احنا نفتش عليه وندور عليه، نسمع كتير ونقرأ كتير ونبحث كتير ونفتش كتير ونبدع احنا كمان، لأن التقليد لا يمنع التجديد. وكلمة تجديد تعني ليس الابتداع ولكن الابداع. الابداع شغلتي انا بقى ان انا ايه؟ اطلع وجبه دسمه انا اشبع بيها واشبع بيها اولادي. لماذا عدد الشباب يتناقصون في الاجتماعات عن سن ثانوي، واولاد ثانوي ينقصهم عن سن اعدادي وهكذا؟ ليه؟ لان ربما نكون نحن في وادي وهم في وادي اخر، لان ربما الخدمه ليهم غير مشبعه، لان ربما ان الخدمه خدمه كلمه ولا توجد جنبها عمل فردي مؤثر وفعال لهذه النفوس. لذلك العزه القيمه، العزه القيمه سبب كبير جدا في خلاص النفوس، وسبب كبير جدا في جمع النفوس، وسبب كبير جدا في استمرار مواظبة الناس على الكنيسة. واحد، عزة كتابية. اثنين، عزة أدائية. ما ينفعش أقدم عزة بعد كتابية وعزة محورها المسيح، ما ينفعش أن أنا أقدم عزة ما فيهاش تفسير الآباء، التفسير المختبر المعاش اللي بيمس احتياجات الناس وهمومهم واحتياجات الرعية. أربعة، عزة سرائرية. احنا قلنا واحد، كتابية. اثنين، عزة محورها المسيح. ثلاثة، أدائية. أربعة، سرائرية، الأسرار بتاعت الكنيسة.
كل مرة أدخل الكنيسة فيها لازم أفتكر جرن المعمودية بطن أمي، جرن الثالوث القدوس. لا يستطيع أحد أن يقول أن الله أبا له ما لم تكن الكنيسة أمه. جميعنا احنا مع بعض رعية وأهل بيت الله، احنا مش قرايب بعض، احنا اخوات، واحنا مش قرايب بعض مجازا، لا ده فعلا رعية وأهل. كلنا مولودين من نفس البطن، وكلنا كلنا سقينا روح واحد، وكلنا بنقتات من نفس الجسد الواحد والدم الواحد. كلنا مع بعض بقينا قربانة واحدة، كلنا مع بعض بقينا كاس واحدة. عشان لذلك الكنيسة حينما تكون مفهومة ومعاشة ومشروحة عند المخدومين، حتى عند الشمس، حتى لما نكون بنرد الكلام، حتى لما نكون كأننا بنقول لغات، مهم جدا جدا نبحث وندور ونعرف العزة السرائرية عشان نكتشف نعمة الأسرار ونبل الأسرار وبركة الأسرار. بعد كده لابد أن تكون العزة معزية، إصلاح النفس والمراجعة والتوبة. والمصالحة مع ربنا والتشجيع، مطر روحاني وتثبيت وقبول وملء وشبع وبشارة مفرحة. ننذر الذين بلا ترتيب، واحد، اثنين، نشجع صغار النفوس، ثلاثة، نسند الضعفاء. العظة دي معمولة عشان اللي بلا ترتيب ننزله بحب ودون شخصان، والصغير اللي نفسه صغيرة نشجعه، والضعيف نسنده. آخر حاجة اللي هي لابد أن تكون العظة معاصرة، يعني بمفردات تتناسب مع العقليات بتاعت النهاردة. لو احنا النهاردة كلمنا الولاد تحتضن كل أوجاع البشرية، لو النهاردة اتكلمنا مع الولاد بنفس المنهج اللي احنا كنا بناخده في مدارس الأحد، هيمشي الكلام ده؟ مش هيمشي. أنا كنت بخدم فترة كبيرة في بره في انجلترا، كنت واخدم 20 سنة في انجلترا، وبعدين ألاقي إن الولاد تروح تقعد مع ولد يعمل ازاي؟ الولد، عشان كده بقول لكم معاصره ليه؟ المسيح قال كده، كما في السماء كذلك على الارض. تعرفوا معاصره يعني ايه؟ كما في السماء كذلك على الارض. احنا بننقل الخبره من السماء على الارض، بس دلوقتي هنا والان، هنا في المكان والان. تثاقف الشباب اذا كانش بيتقدم له حاجه يكون هو راح يقتنع بيها ويتجاوب معاها ويتفاعل معاها، هتبص تلاقيه من نص الوقت وانت قاعد او كده فصل. خليها تقعد له قعدته وخلاص، مش هو ابونا بتاع الكنيسه ومش عايزين بابا يزعل. ولما يجي الوقت اللي الولد يقدر ينفصل فيه في قراراته ويقدر يقول لا مش هيجي الكنيسه، ففي الفتره الاولى فتره الطفوليه اذا لم يرتبط الولد بالكنيسه ويحبها ويشبع بيها ويهواها، القديس اغسطس يقول لا يخلص عن طريقك الا الذي يحبك، الا الذي يحبك. اذا كانش الولاد والبنات والشباب حبوا الكنيسه، حبوا كلامها ويحبوا خدامها وابائها ووعظها، من الصعب ان هم يرتبطوا ويستمروا فيه. اذا كانت الاجيال الكبيره اللي هم ابائنا وامهاتنا يعني عندهم التقوى المسيحيه القديمه حسب الجزوه الاولى، هنلاقي ان الاجيال اللي طالعه دي اصبحت مختلفه. عشان كده لابد ان تكون العظات والكلمات مواكبه معاصره تمس احتياجاتهم. طب انا اعرف ازاي احتياجاتهم؟ خلينا نقرفوت. في امور كثيره جدا اصبحت شائعه، موضوع الفرجة على الحاجات الوحشة على الانترنت ده موضوع يعني
طبعا تشوفوا موضوع الفرجة بتاع الحاجات اللي بشر الانترنت ده حاجة يعني في منتهى الصعوبة، أمور كتيرة جدا. إحنا نعالج هذه الأمور بالتعليم الجماعي من خلال الوعظ، وعظة الكتابية، الوعظة التي محورها المسيح، الوعظة السرائرية، الوعظة الإبانية، الوعظة المعزية، وأخيرا الوعظة المعاصرة. كل ده يبقى مربوط بالأسرار وبروح الكنيسة وبالطقوس اللي احنا عايشينها وضايقانها، واللي الولد والبنت لما يجوا الكنيسة حاسوا ان هم بارت من العبادة دي، مش جايين يتفرجوا. احنا لازم نبقى حريصين، لان حوالينا طيارات كتيرة جدا جدا معادية بتنهش في الكنيسة، بتنهش في الكنيسة تحت اي مسمى، اللا طائفية، كلنا واحد، اصل كل الكلام اللي هو ايه تشوفهم عارفينه ده. لكننا لابد ان نقدم كنيستنا بوجهها الدسم والقوي والمقنع، عشان خاطر نهيئ لربنا شعب مستعد. ربنا يدينا نعمة بصلوات سيدنا، ولا ربنا نعمل ايه؟ نشكر الاخ ابونا اسماسيوس، ربنا يعطيكم خير تعب ومحبته. واحد الاباء قال كل مره تدعى لالقاء عزم لدعوه من ربنا للاختلاء من اجل الابتلاء، يعني تختلي قبل ان تتكلم تتملي فتعطي. وابونا علمنا حاجات جميله، إن الآباء تكلموا بأعمالهم وعملوا ما يقولوه، والواعظ ليس ناقل كلام ولكن ناقل حياة وروح. وبالعزة بتحرر القلوب والعقول